قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. بيت كأنما يقف قائله ليردد شطره الأول على قبر حكيم اليمن الشيخ الأحمر، فالشيخ الذي غيبه الموت عام 2007 لم تمت مكارمه، وتعقيدات الحياة بعد عقد من رحيله لم تزد ذكراه إلا وهجا يشع في كل محطة من محطات ارتباطه بالوطن والثورة. أطاحت الإمامة برأس أبيه وأخيه، فأبى إلا أن يكون رأسا من رؤوس الجمهورية، وما بين ثورة سبتمبر منطلق الجمهورية وحتى وفاته وهو رئيس للسلطة التشريعية، ظل الشيخ الأحمر رافضا لضلالات الإماميين وانحرافاتهم، جاعلا من أبي الأحرار الزبيري ملهما وأستاذا في طريق الثورة والجمهورية. وتلك صفة جعلت الشاعر فؤاد الحميري يرثيه رثاء ثوار فبراير ووفاءهم لثوار سبتمبر. ورث الزبيري قائدا ومناضلا وأبا وأستاذا، فمن ذا ينكر؟ ارتباط الشيخ الراحل بالثورة والجمهورية ارتباط مبدئي وضع لأجله الشيخ ثقله القبلي والسياسي في كفة الجمهورية، وفي كل مرة أطل فيها رأس الاستبداد أو تحركت في كهوفها ثعابين الإمامة. وتلك صفة جعلت الاستبداد والإمامة المستترة يخططان أكثر من مرة للتخلص من الشيخ الأحمر. وفيما كان نصيب بعض المحاولات الفشل أثناء التنفيذ، كانت محاولات أخرى تموت في مهدها خوفا من الالتفاف الشعبي حول الشيخ الراحل. فالأحمر لم يكن محاطا بقبيلته التي يرأسها فقط، بل بمختلف مكونات المجتمع، كما أن الشيخ كان رمزا سياسيا لمختلف المكونات السياسية وليس فقط للتجمع اليمني للإصلاح، والذي ظل الشيخ يرأس هيئته العليا حتى رحيله. هو إذن عقد من الزمان على رحيل الرجل الجامع لفئات المجتمع، عقد من الزمان تغيرت فيه الكثير من الأمور، لكن المتغيرات على كثرتها لم تنجح في زحزحة اليمنيين عن ارتباطهم بالثورة والجمهورية، وهو ارتباط يبقى معه اليمنيون على وفائهم لرموز الثورة، الرموز الذين يتوهجون حياة معان حتى بعد فناء الأجساد. وتلك حال حكيم اليمني الراحل، يا من يموت فينتهي تأريخه، ما مات من أبقى لنا ما يذكر، هو حاضر ماض إذا عرفته، وإذا أردت لقلت ماض حاضر.